وتمشي فورماط راه الا فورماطيتيه صافي بعدا بالنسبه ليا ما عندي فاش نعاونك حيت هذاك لي بيراطا يقدر يهزها دوك تصاور ونسي جامي شنو يقدر يدير بهم ولا شي فيديو ولا لا بطبيعه الحال الخدمه مدفوعه وليست مجانيه خويا امين شي ابليكاسيون نتبع البورطابل ديال الصديقه ديالي كيفاش تعرف واش التليفون واش مراقب خويا باش تعرف التليفون ديالك واش مراقب كاين بزاف ديال لي سامبتوم اللي كيخليوك تشك التليفون واش مراقب ملي تتولي الفلاش ديال الكاميرا الراسو تيخدم التليفون تيكون سوديرمون تيولي ثقيل ملي تيولي تتسمع تخرشيش فشي مكالمه ملي كتولي البطاريه ديال الهاتف كتولي كتستهلك بواحد السرعه كبيره ملي كتشوف انت تديزاكتيفي اللوكاليزاسيون كتلقاها عاوده تاكتيفات راسها هادو كلهم دي سامبتوم ديال انه التليفون ديالك مراقب والله يرحم لكم الوالدين ديما تنقولها للدراري اولا تنقولها للناس لان كاين بعض الناس كيتواصلوا معنا بزاف فيما يخص اختراقات الهواتف ديالهم وتيصيفطوا لنا التليفونات اولا تيبغيو يصيفطوا التليفونات وتيمشي فورماط راه الا فورماطيتيه صافي بعدا بالنسبه ليا ما عندي فاش نعاونك بغيتي تعرف شكون اللي مخطاقك اولا هذا ما تقيتش لقيتي التليفون فيه هادشي او لا شك فيه مختار خاصك تصيفطو ليا كما هو وانا اللي ندير ليه التحليل انا اللي ندير ليه الاناليز حيت ملي كتولي تتلعب في التليفون كتصعب عليا الخدمه او لا كترجع عليا مستحيل باش يعني نجبد لك شنو كاين في التليفون ديالك هادشي ليك الا تليفونك لقيتيه مراقب وفورماطيتي صافي راه درتي ما عندك علاش تجي عندي ولكن تليفونك الا كانوا فيه تصاورك عريانين ولا شي تصاور شي صاحبتك ولا الزوجه ديالك ولا الصديقه ديالك ولا شي حاجه بحال هكا حيت هذاك لي بيراطا يقدر يهز هذوك التصاور ونسي جامي شنو يقدر يدير بهم ولا شي فيديو ولا لا الا كان هادشي اخويا غادي تتصل بالبيرو غادي يحطوا لك التصويره ديالك في السيستم هاد التصويره ديالك تتحط في السيستم باش انه النظام تيقرا الملامح ديالك وتيبدا يقلب عليك في المواقع الاباحيه باش الا لقى لك هذاك الفيديو ولا ديك الصديقه ديالك لقى لها شي فيديو السيستم كيرسل لنا واحد الانذار كنتدخلوا كنسبريميو هذاك الفيديو وكنتواصلوا معاك تنقول لك راه لقينا واحد الفيديو ديالك في هذا الموقع طنطن وراه سبريميناه فهمتي وكذلك هذا النظام تفحت الا كان عندك شي فيديو تسوبريما تنقول لك تسوبريما ماشي حنا اللي سوبريما هذا كناخذوا الكاش ديال هذاك اليوم كنعطيوه لك طلعتوك الليان اللي كان فيه بالكاش ديك التصويره اللي كانت في الكاش وهذا يا باش تعرف طبيعة الحال الخدمه مدفوعه وليست مجانيه 500 درهم في العام لانك كتخلص اشتراك خويا امين شي ابليكاسيون نتبع البورطابل ديال الصديقه ديالي يا خويا غدير الصديقه ديالك سبايزي دير لها سبايزي وتبع الصديقه ديالك باش انت تتبع الصديقه ديالك تجي عندي تقول لي راه شكيت في التليفون ديالي امبيراتي وكندير شويه ديال الفلوس حتى انايا لان بطبيعه الحال القضيه راه محزوقه